3 تنسونا كليا نحن هون. 3 2 1 توب. سمري سمري دو سمري يا عمي ما بعرفش في ايه بقالنا ساعة واقفين على النظام ده. أكتر شي بكرهه النطرة هيك، أكتر شي بكرهه أكتر شي. هات البتاع اللي جنبك دي خلينا أشوف ما بعرفش في ايه، ما عرفتش. أنت مش راجل ما تقوم تشوف في ايه، قوم زعق له. في واحد فقد الشارع قدام. هيعمل ايه؟ مظبوط. اكتر من دقيقه ما تقدم بهالدقيقه في كان شيء مقنع. اوكي انا التلميذ اللي بيعطيني 10 ثواني مقنعه يعني بيقدر يعطيني دقيقتين وثلاثه واربعه وربع ساعه. اذا فيكم تعطوا هالعشر ثواني هلا يلي هن ما كانوا عاطلين ابدا يعني فينا نعطي اكثر، لانه وقفته رح صلح بس ما نرجع نكمل. اوكي شغله اساسيه لما نكون بالسياره ما فينا نظهر من السياره ولا ما نفتح الباب. انا فتحت الباب. لا لا فتحت. بس قرب شوي قرب شوي قرب 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 فيه اي وخليني احس بفتحه الباب. هلا اذا بدك يعني عم بسهلكم اذا بدك ما تقص تفتح باب كثير يا تطلع من الشباك يا اما افتح الباب شوب يعني فتح الباب لانه خلص اوقات مثلا بس تعلقوا بعشقه السير وهيدا افتح الباب خلي يفوت شويه هواء افتح الشباك افتح يعني واتركه مفتوح. يا فتحت الباب وتركته مفتوح تتفوت وتقعد يا فتحت الشباك وتركته مفتوح وحلو تطلع من هيك من يعني ايه وانت نفس الشيء بس بدنا نحترم لان نحن خلقنا سياره بدنا نعرف انه هالسيارة لها حدود. اوكي؟ مش كفاية خلينا نسوق. ما قلت لك انا تعبان. الله يخرب بيتك يا شيخ طلعني بقى انا عرفت منك طلعني. أول مرة بشوفك معصبة بالشكل ده. أول مرة بشوفك معصبة بالشكل ده. بس شكلك حلو لما بتعصب. سيب حرام عليك والله يا نسيم انا تعبت. انا بقالي ساعتين قاعده كده وجايبه العلم الصبح من المدرسه حرام عليك انا مش قادر. ننزل نتمشى؟ ماشي. يلا. انا مشيت على السياره طلعت على الصفحه. زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاهوا الحبايب زحمة ولا عادش رحمة مولد وصاحبه صوت روح حرام عليك بس برد جوه يلا طيب مهضوم غير انه مشيتوا على السيارة بدي حدا منكم ببلش بجملة أنيس بتوجه لها جملة تختار الجملة اللي بدك إياها بس أنا ما بدي أعرف شو هي الجملة. أوكي حنان بدك تجاوبي بس لتجاوبي بتاخدي كلمة من الجملة يعني بتختاري كلمة من الجملة بتبلشي فيها اوكي للجواب اوكي اوكي جاي لي جمله هذا الوضع لازم يتغير لازم لازم ايه لازم بيتغير اذا انت تغيرت واو اوكي واو. اوكي بعد مره ايه يما هذا الوضع لازم يتغير اي وضع الوضع وضع. هذا الوضع ايه ما رح يتغير ايه لا رح يتغير نحن شو عم نشتغل؟ طيب اوكي يعني بدي بس جملة وإجابة بس نعطيهم عدة أفكار بس كل مرة لحظة باخد كلمة من عنده يا معلش تفسيري ليش مكتوب هنا؟ شنو مكتوب هنا؟ ايه مكتوب هنا
تتفسر لي انت ما نفسر لك انا. سي بون؟ سي بون. خير خير شي يلا. انا اسال؟ انت اساليني انا. علاش درتي هكاك؟ علاش درتي هكاك؟ هكاك؟ شو معناتها هكاك؟ هكاك؟ فهمت هكاك؟ فهميني فهميني. عجبك داكشي اللي درتي؟ عجبني عجبني. عجبك؟ أكيد عجبني. واخ. دابا نشوف فين غنوصلوا أنا وياك. أوكي. انت لسه زعلانة مني؟ لسه زعلانة منك؟ انا حاسس انك لسه زعلانة مني. انت حاسس كده ليه؟ وانت عملت حاجة؟ معرفش اصلا حسيت ان انا فعلا زعلتك. ممكن. اوكي مرة تانية جادهار ايه ال نفس الجملة يعني احنا نفس الجملة نفس الجملة مفيش حاجة جديدة؟ هلا جاوبتي لسه زعلانة منك؟ اوكي قلت أكثر من كلمة بس يلا نكمل نفس اللي انا عملته صح؟ نفس الشيء لازم اقول بس كلمة تقولي لسه من المبدا ايه بس هلا بدك تنقي غير شيء يلا اوكي انت لسه زعلانة مني؟ زعلانة وبس؟ كتير مقهورة منك بس انا عايز اعرف انت ليه لسه زعلانة مني؟ زعلانة لانه اللي عملته شيء كتير بيزعل كتير هتفضل الامتى بقى زعلانة؟ هفضل شو؟ طيب شو بدي اعمل؟ اكيد هيدي مثلا لذيذة انه سهيلة هلا صرت سهيلة حياتي وين؟ حبيبتي وين؟ يعني ايه انه فيها يلا سهيلة العشاء بليز سهيلة العشاء سهيلة العشاء جيب العشاء جيب العشاء سهيلة العشاء سهيلة العشاء سمعت كم مرة سمعتها أنا سهيلة العشاء إيه كل ما نكون راح تبرد تعدي لي أحوش بيك فليش عصام خليني كمان الفيلم تاعي تضحك جيب العشاء ما كاش العشاء حنتفرج العشاء غير كل شيء الدنيا عشاء العشاء العشاء راح تبقى لي طول الليل العشاء راح تاكل دركا راح تاكل هيدا تمرين بسيط بس تفرجوكم انه جملتين بالمسرح قديش بيعطونا بوسيبيليتي سيتوياسيون يعني كم حاله من جملتين بس مش اكثر